دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 14 من يونيو الجاري، وكان 32 نائبا لبنانيا أعلنوا ترشيح المسؤول في صندوق النقد الدولي والوزير السابق جهاد أزعور لمنصب رئاسة الجمهورية. وينتمي هؤلاء النواب إلى كتل سياسية معارضة أبرزها حزب القوات والكتائب ومعهما النائب ميشيل معوض والنواب المستقلون. وسبق لهؤلاء النواب دعم ترشيح معوض الذي سحب ترشيحه لإتاحة الفرصة أمام أزعور، وفشل البرلمان اللبناني على مدار 11 جلسة في اختيار رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون في أكتوبر الماضي. وتنضم إلينا الآن من بيروت مراسلتنا دارين الحلوة. دارين أهلا بك معنا. إذن رئيس البرلمان يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 14 من يونيو، إلى أي مدى فعلا هذا مؤشر على توافق مبدئي على ترشيح لمنصب الرئاسة؟ قد يكون هذا المؤشر إلى حدة الاصطفافات العمودية والتشنج الذي سوف تشهده البلاد في الساعات والأيام المقبلة على خلفية تبني ترشيح جهاد أزعور من قبل عدد من الكتل السياسية المعارضة ونواب مستقلين، طبعا يضاف إليهم نواب التيار الوطني الحر الذين سوف أيضا يتبنون ترشيح جهاد أزعور، وبالتالي يصبح التيار الوطني الحر في المقلب الآخر المعارض لحزب الله تحديدا في معركة رئاسة الجمهورية على أن يبقى مؤيد لترشيح سليمان الفرنجي الثنائي الشيعي، وطبعا النواب الذين يدورون في فلكهم. طبعا هذا الاصطفاف من شأنه أن يزيد من التوتر السياسي في البلاد، خصوصا وأن أي من المرشحين لن يتمكن من الفوز أقله بحسب البوانتاج أو احتساب الأصوات الأولي قبل هذه الجلسة بنحو أسبوع. لكن المؤشرات تؤكد بأن يعني ورقة ترشيح أزعور قد تكون سوف تؤدي إلى يعني حشر حزب الله وحركة أمل الذين كانوا يتعاطون مع هذه المسألة، وكأنهم هم من يملك القرار في تحديد اسم رئيس للجمهورية. اليوم بعد أن توحدت الأحزاب المسيحية وتبنت مرشحا لرئاسة الجمهورية، فإن هذا الأمر يأتي ليحرج حزب الله، ونتوقع أن يعني يقوم حزب الله وحلفائه وحلفائه بخطة هجومية على هذا الأمر. كيف ستكون هذه الخطة ليس واضحا بعد حتى هذه اللحظة، بانتظار الجلسة وأي سيناريوهات ممكن أن يعني تشهدها هذه الجلسة، مع ترجيح بأن يجري العودة إلى اعتماد الورقة البيضاء في التصويت حتى لا يعني يحصل أي من النائبين أو أي من المرشحين على الأصوات التي تمكنه من الفوز، مع ترجيح أيضا بأنه في حال فعلا كان هناك نصاب دستوري لانعقاد الجلسة الدورة الأولى لن ينجح أي من المرشحين فيها، الترجيح بأن الجلسة أو الدورة الثانية سوف يفقد فيها النصاب حتى لا يحصل أي من المرشحين على النصف زائد واحد وبالتالي ينتخب رئيسا. طبعا الأمور مفتوحة على كثير من الاحتمالات، لكن نحن بانتظار أيضا موقف لتكتل الحزب الاشتراكي الذي يفترض أن يصدر غدا، مع العلم أنه عادة يتجنب الاصطفافات العمودية وليد جنبلاط الزعيم الدرزي، وبالتالي هناك ترجيح بأنه لن يقدم على تبني أي من المرشحين لأنه يفضل دائما الخيارات التوافقية التي تجنب البلاد الأزمات والاصطفافات الحادة حتى يعني يتم تدارك أخطار هذه الاصطفافات. ولكن بالطبع نحن بانتظار ما ستكون عليه كلمة كتلة الحزب الاشتراكي غدا حتى تتضح بشكل أكبر الأرقام التي يمكن أن يحظى بها أو يحصل عليها كان جهاد أزعور أو سليمان الفرنجي. شكرا لك مراسلتنا دارين الحلوة، كانت معنا من بيروت.